لم يدم طويلا ذلك الاستقرار الذي عرفته أسواق الخضر والفواكه طيلة شهر رمضان الفارط. شهر بعد ذلك ها هو الارتفاع يعود ليكون بطل المشهد في أسواق العاصميين، والسبب المعلن موجة الحر التي ضربت البلاد مؤخرا. كان دو برودوي اللي طلعوا الشلاضة والقرعة. الشلاضة والقرعة يفو با نديروها بخاطش ولا حق العيد. هي ان كاتاستروف ناتورال. السخانة هذه اللي ضربت 45-50 دوغري وزاد ضربت سيرو كوريح صغير سخون فور هو اللي هلك زوج حوايج الشلاضة والقرعة. ما نجموش يشدوا هادو سي دي برودوي كي سون تري ديليكا. وما ينجموش يشدوا 45 دوغري اكسبوزي او سولي بوندون توت لا جورني. عندها اسباب زادت الشلاله هذه. الشلاله دوموندي بروده، وهذا النهار تعقبت السخانه بزاف. السخانه تسمى شغل تزرب الشلاله في الارض. تزرب الشلاله شغل ناقصه ولات ناقصه بزاف. والسلعه ولا كانت ناقصه في السوق تطلع. حتى لا بروميير فوا طلع السومه تاعها اون بلان ايتي هكذا. عوايدها في الزمان الصيف هكذا اون بلان مادوت هكذا تطلع. بصح هذا العام اكسبسيونال. وهذا نقولك على السبه وعلاه سخانه جات لا بريود لا دنيا بريود من ايام الخانيين سخانه وهذيك النار حرقتها كامل. يبقى هاد الشهر منين نجيبوها؟ من نجيبوها من لاريجيون تاع الصيف. اي خلاص بيدو غرو سيبها اونتر حتى 180 حتى 190 لو كيلو غرو اوتوماتيكمون شحال بها 250 دينار. تفسيرات التجار لا تقنع المواطنين الذين يرون ان اقتراب عيد الاضحى ورغبه التجار في تعظيم ارباحهم هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار كل سنه. غلاء تاع الاسعار تاع الخضر والفواكه هذه هي كل واحد يلوح فوق الاخر. واحد يقول لك النار، واحد يقول لك اسمه المجموعه اللي تبيع، واحد يلوح فوق الفلاح، والفلاح يلوح فوق من يعني ما فهمناش احنا دوك. يعني حنا باباك هذا كنت ندور هنا الكورجيت فاميل يعني مستحيل. يعني طوماطيش تشوفها في ميله ومنه من يلوحوا فيها، هنا يقول لك 8000. مع اقتراب عيد الاضحى من كل سنه تزداد أسعار الخضر والفواكه، تتعدد الأسباب والضحية واحدة: المواطن البسيط ذو الدخل المحدود المكتوي بنار الغلاء التي تنتقل من سلعة لأخرى بتعدد المواسم.